السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجميل مع شاعر كبير من شعراء مصر الكبار، وهو ابن من أبناء محافظة أسيوط. ومحافظة أسيوط هي قلب الصعيد، وهي المنطقة المركزية في صعيد مصر. وهذا الشاعر هو شاعر والمستشار المحامي الكبير مدسر الخياط. هذا الشاعر هو صديق مقرب لي منذ أن بدأت رحلتي مع الشعر ومع الأدب ومع الثقافة، واليوم التقيت على هامش مؤتمر أدباء إقليم وسط الصعيد الثقافي. هذا المؤتمر الذي يجمع كل أدباء وسط الصعيد. إحنا عندنا في الصعيد بنقسم الصعيد إلى قسمين، إقليم وسط الصعيد وإقليم جنوب الصعيد. إقليم وسط الصعيد بيضم محافظة المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج، أما إقليم جنوب الصعيد فيضم محافظة قنا والأقصر ومحافظة قنا والأقصر وأسوان. اليوم نجتمع في محافظة المنيا، هي محافظتي التي أنجبتني والتي أعيش على أرضها وأفخر بها، وهي أنجبت الكثير من الأدباء والشعراء والمثقفين والإعلاميين والرياضيين ورجالات السياسة والفكر والثقافة والفن. هذا المؤتمر يجمع كل أدباء محافظات المنيا والوادي الجديد وأسيوط كما ذكرت، من ضمنهم الشاعر الصديق مدسر الخياط. هذا الشاعر إنسان جميل صاحب روح شفافة، وهو صديق مقرب لي منذ أن بدأت بالفعل، ودائما يذكرني في كل لقاءاتنا وحواراتنا أنني إن عبد القوي أنا وأنت أصدقاء منذ فترة، منذ أن بدأت. يعني أنا لما بدأت الشعر وكنت وأنا عمري 16 سنة كنت بلتقي مع كبار الشعراء والعتاولة ورجال الشعراء اللي هم الأعمدة الأساسية للشعر، من ضمنهم عمي وأخويا وصديقي وحبيبي مدسر الخياط. ومدسر الخياط هو إنسان صاحب روح شفافة، يعني إنسان بسيط ومحب للعمل الخير ومحب للعمل لدعم الحركة الثقافية. أذكر أنني دعوته في مؤتمر الشعر العامية، وهذا المؤتمر بنقيمه بمجهودات ذاتية، والرجل يعني سافر من أسيوط إلى بورسعيد المدينة الباسلة وحضر معنا المؤتمر، وفوجئت أنه تبرع بمبلغ مادي للمؤتمر دون أن أعلم. يعني هو داعم للمؤتمر ودعم للثقافة ودعم للشعر. في البداية اسمحوا لي أن أنا هقدمه في الحوار على فقرتين، فقرة بالصوت والصورة وفقرة مسجلة معاه لقاء إعلامي. هنسمع في الأول وهو بيتكلم ونشوف صورته، وبعد كده هنسمع صوتي في 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 بصوت الصورة. هيتكلم كلمة سريعة عن المؤتمر وكلمة مجازة، أما عندما يتحدث صوتي وتعرض القناة لكم صورته سوف يتحدث عن مشواره الطويل مع الشعر ومع الإبداع. وإن شاء الله تكون سلسلة من اللقاءات مع كبار الشعراء من خلال قناة صحف وإعلام من إعداد وتقديم محمد عبد القوي حسن. والآن نستمع إلى مدسر الخياط، الشاعر الكبير رئيس نداد بالقدسية ورئيس نداد بالصوت المركزي وعضو أمانة أدباء الأقاليم، ونستمع إليه في كلمة مجازة، ثم نستمع إليه يتحدث عن مشوار حياته مع الأدب والشعر والفن. شكرا لكم، وكان معكم محمد عبد القوي حسن، قناة صحافة وإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في صعيد عروس الصعيد في محافظة المنيا في مؤتمر إقليم وسط الصعيد الثقافي، وتواجدنا مع الشاعر الكبير والشاعر العربي أحمد جندين، وهو صديق عزيز وأخ فاضل، ومع الشاعر الكبير محمد عبد الجواد حسن بن العدوى الذي اعتز وافتخر بعلاقته بي منذ اكثر من 30 عاما. الحقيقه النهارده كان يوم جميل اننا نتقابل على هامش هذا المؤتمر بهؤلاء الاحبه. مؤتمر بصفتي اولا رئيس النادي المركزي لاسيوط وعضو الامانه ورئيس نادي ادب القدسيه، وسعيد ان هناك حراك ثقافي كبير
في وسط الصعيد بقيادة الأستاذ محمد نبيل رئيس أقليم وسط الصعيد الثقافي، وبنشكر السيد المحافظ الذي استقبل هذا المؤتمر ودعم هذا المؤتمر بكل السبل الإمكانية التي أدت إلى بداية ونجاح هذا المؤتمر، وإن شاء الله نتعشم أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر ناجح. الحقيقة يعني شايفين بعض المبدعين هنا ومبدعات كثيرات في حفظ المنيا ومن أسيوط والوادي الجديد وسوهاج، فنتمنى أن نرى في الأمسيات خلال هذا المؤتمر المبدعين الذين يقدمون الكلمة الجيدة والقصائد والقصة والبحوث التي قدمت في هذا المؤتمر. شكرا. في هذا اللقاء الشاعر الكبير مدسر الخياط وأحد شعراء العامية في مصر، وهو طبعا صديق مقرب لي، النهاردة نلتقي به في حوار مطول حوالين مسيرته مع الأدب منذ بداية أول قصيدة نشرت له حتى اللحظات اللي احنا عايشينها. هنترك له المجال يتحدث مع نفسه وعن نفسه وعن مسيرته الشعرية وعن محطاته الأدبية وعن دواوين وأعماله في حوار مطول لقراء كايرو تايمز. تفضل يا سيدي، عرف نفسك ألف للياء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشاعر مدسر الخياط، رئيس نادي أدب مركز القوسية وحافظة أسيوط، ورئيس النادي المركزي، ورئيس رابطة الأدباء والشعراء الثقافية، وعضو الملتقى الثقافي العربي. وبدأت حياتي الثقافية منذ الصغر، منذ يعني الصف الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، حيث عملت في المسرح بداية نشأتي نشأة مسرحية، وأصبحت كانت ميولي ميول المسرحية، وكتبت بعض المسرح ذات الفصل الواحد، ومنذ الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى الجامعة. أنا لي الحمد لله مسيرتي طويلة من الستينيات لحتى الآن، أنني عاصرت يعني مواليد 55، وعاصرت العديد من الأحداث في مصر، وعشت حرب أكتوبر بكل ما فيها، حتى وإن كنت شاركت فيها إنما شاركت فيها بالأعمال الأدبية، ودي كانت برضو من ضمن سنة 73، كانت قصائدي عن حرب أكتوبر، كانت بدايتي بسنة 73، وبدأت بعد ذلك في قصور الثقافة من عام 80 حتى الآن، وما زلت توليت عمل رئيس مجلس نادي الأدب بالقوسية أكثر من مرة، حضرت العديد من المؤتمرات والندوات على مستوى الجمهورية. لي ثلاث دواوين، الديوان الأول اسمه ليلة الزفاف، والديوان الثاني يا عالدنيا، ولي مسرح أيضا مسرحية المواجهة، والتقيت بالعديد من الأدباء والشعراء على مستوى الصعيد وعلى مستوى الوجه البحري والقبلي، وكان لي العديد من القصائد التي نشرت في أكثر من صحيفة قومية، والحمد لله يعني وما زلت أمارس عملي الثقافي بجانب عملي المهني كمحامي في محكمة المحامي بالنقد، وكتبت العديد من القصائد. تأثرت طبعا كأي إنسان بالقراءة منذ الصغر، لأني وجدت بعض الكتب الثقافية ودواوين الشعرية في منزل، لأني كان لي أخ يميل لهذا العمل الثقافي اسمه نصر الخياط أيضا، وكنت بقى يعني منذ الصغر وجدت هذه الكتب، وجدت هذه الدواوين والقصص والقصص المحلية والعالمية، فأثرت في تأثير، فكان مني أن أكتب شعرا، والحمد لله يعني قصائدي وطنية معظمها ورومانسية وغزلية وقصائد اجتماعية.
فالحمد لله يعني شاركت في العديد من مؤتمر العامية مصر مع الأستاذ محمد حسن عبد الجوي، ومع حضرت مؤتمرات دولية في مدينة الإسكندرية مع الشاعر أحمد جنديل وشعراء مصر والسودان وليبيا والجزائر والمغرب وتونس، وحضرت أكثر من مؤتمر مؤتمرات دولية، وما زلت الحمد لله أنني أكتب بعض القصائد وفق ما أرى من ناحية الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو خلافه. لي الحمد لله أعمال في قصة الثقافة، البعض يعني الحمد لله مسرح فصل واحد ومسرحيات فصل ثلاث فصول، فالحمد لله يعني قصائد وطنية كتبت عن عبد الناصر، وكتبت عن حرب أكتوبر، والكثير من القصائد، وكتبت عن 30 يونيو، وكل هذا كان مخزون ثقافي تأثرت به طوال هذه السنين وطول هذا العمر الذي عشته، لأنني تعديت خطيت 65 عاما. الحمد لله على هذه المسيرة، الحمد لله أنني ما زلت أعطي بعض قصائدي، وأنا حاليا أشارك في مؤتمر إقليم وسط الصعيد الثقافي كعضو أمانة في هذا المؤتمر، لأن بصفتي رئيس النادي المركزي لأسيوط، والحمد لله متواجدين مع شعراء ومبدعي المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي للأستاذ محمد عبد الجوي حسن الشاعر الذي أعرفه منذ كان صغيرا، حيث من أكثر عندما كان بادئا في بداية حياته في مؤتمر البحيرة عام 90 الذي حضره الله يرحمه العالم المصري الكبير زويل، وكتبت فيه قصيدة اسمها عالم في بلاد الغربة، قلت فيها في بلاد الغربة يا مناس راحت فيها وتاهت، عاشت ومعاشت وقلبت على الوش التاني، لكنه إنسان تاني يفرح لما بيلقاني ويبكي لو شيء بكاني، في بلاد الغربة منساني، في بلاد الغربة الصعبة والمليانة شدايد كان فيها بيبحث ويدور ويحل الغاز ويفك مسائل، في بلاد الغربة الصعبة أثبت إن إحنا أول من سربوا العالم وعرفوا كتابة، أول من عرفوا الجم وعرفوا الطرح وعرفوا حسابة، أول من خلوا النور يدخل في بلاد الغابة، إحنا عالم أول مش عالم تاني، إحنا السادة. شكرا لكم ولكل المستمعين لهذه القناة الجميلة، شكرا، السلام عليكم.